سلام الخوت، دابا غادي نفهموا واحد الحاجه في غايه الخطوره. يعني دابا غادي نبيرفورمي واحد سكان اللي كيتسمى ايديلي زومبي سكان. شنو غادي نستغلو في هذه القضيه؟ هذه غادي نستغلو هاد لي كوموند هادو. اول حاجه بي ان تريت ال هوست اس اونلاين سكيب هوست ديسكوفري، هكا باش نبقاو حنايا ما بينيش، فهمتيني؟ سكيب هوست ديسكوفري باش نبقاو حنايا ما بينيش. وهاد الكوموند هادي اللي هي اس اي زومبي هوست والبور والايدلي سكان، يعني زومبي ايدلي سكان. هذا هو الطريقة كيفاش غادي نديرو. غادي نمشيو نشوفو الطريقة. شفنا الطريقة الأولى، دابا نشوفو الطريقة الثانية اللي هي بي ان قلنا اس. دابا سبق لنا شكون هو هاد السيرفر هذا او هاد البروكسي اللي غادي نستغلوه باش يسكان، باش نسكانو عن طريقه الضحيه. يعني ما نسكانوش حنا مباشره، نسكانو عن طريق واحد الضحيه باش ما نبانوش حنايا كاع سكانين كاع في خطره، ما نبانوش. نمشيو مثلا نستغلو الموديم، ياك 168.1.1، هذا هو اللي غادي نستغلو. اما الضحيه غادي نمشيو مثلا شنو غنديرو، 103 ولا 108، غنديرو 101 اللي هو الهاتف 101 بحال هكا. خصنا نديرو سودو حتى تشي شوية متعمق في الكرنل. المهم كما كتشوفو حنا كنديرو راسنا هو هذا، كنديرو راسنا هو هذا، ها سبوفين زومبي اي بي، كنديرو راسنا هو هذا وكنصيفطو الباكيت. هو كيرسل الزومبي، فهمتي؟ كيرسل الزومبي بحال هكا. حنا سكانيناه ماشي مباشرة، سكانيناه عن طريق هذا ممكن يكون بروكسي، ممكن يكون أي حاجة ممكن. وهذه الكوموند والنتائج ديالها ديروها عندكم، يعني الاي بي ديال الضحية والاي بي ديال لا تسكانو مثلا عن طريقه.